برشلونة يسقط قدام سيلتا فيجو في مباراة نوعا ما برشلونة قدم فيها مباراة كويسة مخلوطة بشوية أخطاء نتكلم عنها في الحلقة، ولكن السكوت ده بيدي الكورة في ملعب مدريد، بيدي الكورة لمدريد، بيدي صدارة لمدريد، بيقول له خد اتصدر الدوري وسيبني انا هجري وراه. برشلونه النهارده خطا كبير، خطأين ادوا ان برشلونه يخرج متعادل ضد سيلتا فيجو. سيلو قدم نوعا ما شوط اول كويس، شوط تاني فضل لحد الدقيقه 60 كويس، الى ان الخطأين اللي انا هتكلم عنهم بالتفصيل في الحلقه حصلوا فبرشلونه سقط. طب نخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس علشان تيجي الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش نتكلم عن سكوت البلاو جرانا. خلونا نبدا بتشكيل برشلونه. برشلونه بدا النهارده بتيريش تيجن، بيكي، ومتيتي، البا، ونعتانيا سميدو. ثلاثي في نص الملعب بيلعب بفيدال، وبيلعب براكيتيتش، وبيلعب ببوج، ريكي بوج بيلعب النهارده بدل ارثور في نص الملعب، بيلعب قدام، بيلعب بميسي وسواريز وانسو فاتي، سايب جريزمان على الدكه. فدي حاجه بنت لنا قبل المباراه ما تبدا، ان طالما كيكي اعتمد على البدلاء واعتمد على اللعيبه الشباب وسايب لعيبه كبيره زي ارثر وجريزمان على الدكه جنبه، فده بيبين ان اداره برشلونه اللي بتصرف على صفقات غير ناجحه تؤدي ان المدرب يخليهم على الدكه ويلعب بشويه عيال صغيره زي ريكي بوجي وانسو فاتي. ده بيبين ان اداره برشلونه ما بتقدرش تصرف او ما بتصرفش في اللعيبه الصح، تؤدي ان جريزمان مش عارف يعمل اداء او مش عارف يشتغل مع برشلونه. ارثر ميرو خلاص انت بتبيعه بتجيب بدال بيانيتش اللي عنده 30 سنه، فانت بتصرف فلوسك في لعيبه نوعا ما مش قادره تخش جوه منظومه برشلونه، وده اللي مخليك شكلك وحش قدام الفرق. التشكيل الاول برشلونه كان النهارده بادئ المباراه في شويه روح، في شويه عزيمه، في اصرار، في ضغط، في غير. النهارده برشلونه كان شكله غير في الشوط الاول، لعيبه مش متسرعه، لعيبه على معلها، في لاعب في نص الملعب اسمه ريكي بوج لاعب عالمي عمال يدور الكوره يمين وشمال وبيساعد ميسي في نص الملعب بمعلمه. بصراحه ريكي بوج معلم معلم، انا كمصطفى عجبني جدا 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 ريكي بوج. فان انت نص الملعب فيه لاعب زي ريكي بوج قادر يحرك لك الكوره ويدور لك الكوره في نص الملعب، يؤدي ان انت تقدر تضغط على سيلتا فيجو. وبعد كده بنشوف كتير ان برشلونه بيضغط ضغط على سيلتا فيجو، بيقرف سيلتا فيجو، بيهدد مرمى سيلتا فيجو، وضغط ضغط ضغط متواصل ادى ان احنا نشوف برشلونه الشوط الاول نوعا ما شكله كويس، نوعا ما في روح عند اللعيبه، نوعا ما في عزيمه عند اللعيبه، اللعيبه عندها نوعا ما ان احنا عايزين نكسب المباراه علشان ما نقعش زي نقع مثلا وريال مدريد يعرف بينا. وكمان برشلونه اكيد 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 عارف ان عنده ماتشات جايه صعبه جدا، عنده فياريال، عنده اتلتيكو مدريد، عنده ماتشات صعبه جايه في الليجا عكس مثلا عكس مثلا ريال مدريد، عنده نوعا ما ماتشات اسهل شويه، لكن انت وقعت سيلتا فيجو خبطه غير مختبر ليا، ولا انت الجول حتى اللي جبته من كوره ثابته، اللي انت ميسي خد الكوره سوح كل الناس، كله قال لك ميسي هيشوط الجول، حتى لعيب سيلتا فيجو رجع دلوقتي جنب الحارس في الجول، في لقطه صايعه جدا ميسي بيرفع الكوره على دماغ سواريز، سواريز بيخش يحط الجول الاول، والجول الاول ده كان مكافاه للعيبه برشلونه انها عمل اداء كويس، عمل اداء كويس، ترابط ما بين انسو فاتي وما بين جوردي البا ناحيه اليمين، ناحيه الشمال نوعا ما في ترابط ما بين سميدو وما بين ميسي وبيميل عليهم فيدال شويه، وريكي بوج مش موجود في مكان واحد، لا ريكي بوج بيروح يمين بيروح شمال وبيحاول يدور الكوره. حاجه بقى اللي ما كنتش فاهمها بصراحه ان نص ملعب برشلونه على قد ما هو نوعا ما كويس بس في ايرور مش فاهمه. ايه الايرور اللي انا مش فاهمه ده بقى؟ اللي انت بتلعب براكتش اللاعب اللي بيزيد كتير في المنطقه الهجوميه بتلعبه كارتجاز اللي هو لاعب مثلا النمره 6 قدام الاثنين المدافعين. ده كان بيخلي ان لعيبه سيلتا فيجو اول ما بتعدي من نص ملعب اول ما بتستلم الكوره بتواجه على طول دفاع برشلونه. ما بتقابلش نص ملعب برشلونه ليه؟ لان انت فيدال وراكتش وريكي بوج الثلاثي بيعمل دور هجومي، ما حدش فيهم بيرجع سنة الدور الدفاعي. فده كان بيبان ان سيلتا فيجو اول ما بيستلم الكوره على طول بيقابل مدافعين برشلونه مش بيقابل نص الملعب، ودي الثغره اللي كانت مبينه ان سيلتا فيجو هيخطفها في اي لقطه، لان انت في الشوط الاول في ظل انت ماسك الكوره وانت اللي بتستحوذ وانت اللي بتهدد، سيلتا فيجو راح عليك بكورتين ثلاثه او اربعه كان هذا اللي جاب في جول لولا تير شتيجن والعرض. مره اسباس انن وضيع، مره سلموف سمولوف انن وضيع، ومره كوره خبطت في كتف تير شتيجن وخبطت في العارضه وطلع.
لولا الكور دي كان ممكن برشلونه يخرج الشوط الاول 2-1 سيلتا فيجو او حتى 1-1 على الاقل. المشكله بتاعت نص الملعب دي كانت مشكله كبيره، مشكله عويصه عند لعيبه برشلونه، مشكله مش لعيبه برشلونه بقى، مشكله عند كيكستيان اللي انت بدات بلعب ما بيعرفش يعمل الدور الدفاع ده. راكيتيتش يعني راكيتيتش اصلا لما بيلعب لاعب ما بيلعب في مكان اللاعب نمره 8 لو بتطلب منه دور دفاعي ما بيعرفش يعمله، فبالك بقى لما بتلعبه لاعب نمره 6 اللي هو مطالب يعمل دور دفاعي فطبيعي مش هيعرف يعمله، هو ما بيعرفش يدافع اصلا. الحمد لله الموسم ده النص الثاني منه ابتدى هو يعرف يهاجم، ابتدى هو يهدد مرمى الخصم، ابتدى هو يساعد لعيبه هجوم برشلونه. لكن قبل كده راكيتيتش ولا كان بيدافع ولا كان بيهاجم ولا كان نايم في نص الملعب. فطبعا تلعب راكيتيتش لاعب اللي بيعمل ادوار هجوميه واللي بيزيد كتير في نص ملعب الخصم بتلعبه بلاعب ديفندر نمره 6 عشان يدافع، ايرور حرفيا. برشلونه مدافعينها حتى بيكي ومتيتي في حاجه غريبه، دفاع برشلونه مستفز جدا. اي لعيب من لعيب الخصم بيروح عليه بيخطفه، اي لعيب بيروح على لعيبه برشلونه في الدفاع بيخطفه، اي كان من اللاعب اللي دخل عليك أين كان من اللاعب اللي دخل عليك هيعرف يعدي من دفاع برشلونه. بيكي فضيحه بيكي. ومتيتي مش بقاله كتير بعيد عن الكوره، بقاله كتير بعيد عن اللعب. الشوط الاول بيخرج نوعا ما برشلونه شكله حلو، بس في خطأين كان هيؤدوا اللي انت هيجي في الجون هيجي في الجون. خرج الشوط الاول 1-0 برشلونه تمام، يلا نخش للثاني هنشوف برشلونه هيعمل ايه في الشوط الثاني. دخلنا الشوط الثاني برشلونه نفس الشكل، هو الضغط العالي اللي بيشكله برشلونه، الاستحواذ، التدوير الكوره في نص ملعب الخصم، ميسي فايق، ريكي بوتش فايق، نوعا ما انسو فاتي مش الفوقان اللي بنشوفه في الماتشات اللي فاتت بس نوعا ما شغال وفايق، سواريز النهارده كان سفاح على المرمى. فيلا برشلونه ها قريب من الجون الثاني، برشلونه هيقدر يكسب المباراه، يقدر يخرج بثلاثه جون. ده فعلا شفناه في الجون الثاني بتاع سواريز. سواريز بصراحه الجون ده عجبني جدا، بيدي دروس لمهاجمين كتير جدا انه لاعب او مهاجم يستلم الكوره من غير ما اصلا يلمسها، يعني الكرة جاية له يدوب هو لف تك جول. ده فكر من سواريز، لف جاب الجول الثاني. قلنا تمام برشلونة ها خلاص، برشلونة بيحط ايده على الثلاثة بونتو بيقول لريال مدريد تعالوا جروا ورايا وتعالوا حقوني ثاني في النهار. كانت المفاجأة اللي قلت لكم بقى ان الصغيرتين اللي كنا بنتكلم عنهم في الشوط الأول عملوا فضيحة في الشوط الثاني. فضيحة ليه في الشوط الثاني؟ لأن أنت التمركز بتاع لعيبة نص ملعب برشلونه ونص ومدافعين برشلونه الخطين سواء نص الملعب او الدفاع بيتحركوا من الثبات، بيتحركوا من الثبات اللي هم واقفين مثلا وتلاقي اللاعب يباص الكره بدل ان هم يتحركوا عليه، مش بيجروا مثلا او بيتمشوا ويضغطوا على اللاعب، لا هم بيتحركوا من الثبات سواء المدافعين او خط النص. فده اللي بيخلي اي لاعب من فريق الخصم اللي هو بيعدي منك بسهوله او اي فنت بيعمله بيقدر يعدي منك، ده اللي مخلي لعيبه برشلونه سيء او شكل برشلونه سيء سواء في نص الملعب او مدافعين، ان انت بتتحرك من الثبات مش بتتحرك من الحركه. اقرب مثال اللي هو بيشكل اقرب مثال يعني فريق بيعرف يشكل الشغل ده او بيقدر يتحرك من الحركه او يضغط على المنافس من الحركه هو ليفربول. ليفربول اقرب فريق بيعرف يشكل او يعرف يلعب بالاسلوب ده اللي هو يتحرك من الحركه، لعبته بتبقاش واقفه، لعبته مش بتتحرك من ثبات، وده اللي بيخلينا ان احنا نشوف ليفربول بيضغط ضغط عالي ولاعيبه نص ملعبه بتضغط ضغط عليك وبترخم عليك رخامه تكفرك في الماتش. ده مش بنشوفه عند برشلونه بقى، مع ان نص ملعب برشلونه نوعا ما عنده كوره وعنده حساسيه اللعب على الارض وعنده حساسيه الكوره عن نص ملعب ليفربول نوعا ما شويه. نص ملعب ليفربول هو النص ملعب اللي بيفرك اللي بيخبط اللي بيرزع اللي بيضغط، نص ملعب ده عكس برشلونه، برشلونه عنده كوره نوعا ما شويه في نص ملعب. فانت نص ملعب برشلونه اللي عنده كوره ده اللي بيتحرك من ثبات كارثه، على نص ملعب ليفربول اللي بيتحرك من الحركه ده اللي بيعرف يشكل، بيعرف يعمل لك شغل هجومي، بيعرف يعمل لك شغل دفاعي، بيعرف يعمل لك ضغط عالي. برشلونه هو بس بيدور الكوره في نص الملعب بيعمل شغل نوعا ما هجومي، لكن دفاعي كارثه سواء من مدافعين او من نص الملعب برضه، التحرك من الثبات كارثه بكل معنى الكلمه بصراحه. ده شفناه في الجون الاول اللي هو اللاعب جري وعدى وعمل فنت وباصه وسمولد وحط الجون 2-1. بعد ال 2-1 برشلونه راح فين بقى؟ يعني بعد ال 2-1 برشلونه راح فين؟ مش عارف. توهان تام من لعيبه برشلونه، في توهان الفريق اللي كنا بنشوفه الشوط الاول او لحد الدقيقه 60 اختفى ما بقاش موجود.
بقى اي كوره من لعيبه سيلتا فيجو بيستلمها بيقابل مدافعين برشلونه، اي كوره بيستلم بيقابل مدافعين برشلونه، ولا كان نص الملعب بتاع برشلونه مش موجود اصلا، ولا كان نص ملعب برشلونه مش موجود اصلا، الكوره تستلم الخصم يروح على المدافعين في نص الملعب مش موجود، راكيتش بيلعب هجوميه، ريكيبوتش بيلعب هجوميه، فيدال بيلعب هجوميه، مفيش حد بيعمل دور دفاعي. حتى التغييرات اللي انت غيرتها خرجت البا ونزلت فيربو وخرجت نص ملعب، خرجت ريكي بوج ونزلت ارطور وخرجت سواريز ونزلت جريزمان، وقبلين كنت منزل بريت وايت بدل انسو فاتي، اللي انت حتى التغييرات بتوعك الاربع تغييرات والخمس تغييرات ما ادوش لبرشلونه ان هم يغيروا الشكل. ارثر نزل ما عملش حاجه كتير، ما فاتش كتير، ما ضافش كتير، جريزمان نزل برده ما فضفش كتير، بريت وايت حتى نزل ما ضافش كتير، فيربو نزل ما ضافش كتير، كانت بتلعب من ورا كتير من سته فيجو. الى ان جينا في اخر دقايق المباراه بيكي بيعمل فاول برضو بصراحه يعني بسبب ان نص الملعب مش بيقابل، اضطر بيكي يطلع يقابل ويعمل فاول على حدود منطقه الجزاء، اسباس دخل حطها بعلامه، اسباس دخل حطها بعلامه، حط الكره مقفوله اصلا يعني الزاويه مقفوله من جريزمان، هو لف من ورا جريزمان وحط الجول وقع 2-2 برشلونه فقد نقطتين. لا ده كمان ايه سيلتا فيجو كان في اخر ماتش هيجيب الجول التالت، لولا نيتو حطها في ايد تير شتيجن كان هيجيبه التالت وتخرج ولا واخد نقطه حتى. برشلونه الشكل اللي احنا بنشوفه ده يعني ما يديناش غير حاجه واحده بس، ان انت محتاج مدرب ومحتاج اداره تجيب لك صفقات او تصرف على لعيبه، المدرب هو اللي بيختارهم مش بيجيب لعيبه بعد كده المدرب يجي يدربهم، دي لازم اداره تختار مدرب يختار صفقاته ويشتريها له بناء على اختياراته هو مش على اختيارات الاداره، ده لازم يحصل في الموسم الجديد، لازم كيكي ستير يمشي ويجي بداله مدرب تقيل يليق ببرشلونه ويليق باداء برشلونه ويليق بكوره برشلونه. كيكي ستير لحد دلوقتي ما ضافش حاجه لبرشلونه، ما ضافش حاجه لبرشلونه، لسه نفس الاداء الفردي، لسه الاداء الفردي اللي بيعتمد عليه برشلونه سواء من ميسي بقى انسو فاتي سواريز ريكي بوج راكيتيتش فيدال حتى انسو فاتي لما بينزل اي حد بيعتمد اي حد عنده كوره هجوميه او اي حد عنده لعب فردي بيعتمد عليه برشلونه، ده مش لعب برشلونه اللي احنا متعودين عليه. برشلونه خرج من ملعب سيلتا فيجو الرخم جدا على برشلونه بصراحه، خرج متقلل 2-2 وهو بيفقد نقطتين في صراع الدوري. بكره ريال مدريد عنده مباراه ضد اسبانيول، هل ريال مدريد هيقع ويقدم هديه لبرشلونه ولا ريال مدريد هيقبل الهديه لبرشلونه اديها له وهيعلى عن برشلونه ويركب الدوري ويتصدر عن برشلونه؟ قول رايك في الكومنتس، وكان ده رايي انا في مباراه سيلتا فيجو وبرشلونه، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل برشلونه قادر على الفوز بالدوري ولا ريال مدريد مساله وقت بيحسم الدوري؟ قول رايك في الكومنتس، قول توقعاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكمل معاك مصطفى اشوفك الحلقه الجايه، سلام.